الخارجية تؤكد على حيادية النمسا وضرورة إبقاء التواصل مع روسيا. خبراء الاقتصاد ينتقدون استراتيجية الحكومة في معالجة التضخم. ارتفاع بورصة أسعار الطاقة المنزلية بشكل حاد في النمسا. وزارة الداخلية تؤكد زيادة معدل الجرائم واعتقال المئات من تجار البشر. الحكومة تعتزم إنشاء مركز شكاوى ضد عنف الشرطة النمساوية. وفيينا مدينة الأفلام العالمية مع تصوير أكثر من 100 عمل دولي. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعرب وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ عن اعتقاده بأنه لا توجد ضرورة لإجراء نقاش حول سياسة بلاده في الحياد، وقال إن الحياد يعني عدم عضوية النمسا في تحالف عسكري وعدم وجود قواعد أجنبية في البلاد، لكنه لا يعني المساس بالأمن الذي يجب توفيره عبر السياسة الخارجية والاتفاقات الدولية. ورأى شالنبرغ أنه لا ينبغي إغلاق قنوات الحوار مع روسيا، مؤكدا على دعم أوكرانيا في نضالها من أجل استعادة سيادتها وسلامة أراضيها. أكد خبراء الاقتصاد في النمسا أن الحكومة اختارت الطريق الأسهل لعلاج أزمة التضخم الحالية. وأكد كورت باير المدير السابق للبنك الدولي أن سبب التضخم هو القرارات السياسية الأكثر تكلفة عبر اقتراض الأموال وتوزيعها على الشركات والأسر، مطالبا بضبط الإيجارات وتخفيض الضريبة على البقالة للحد من الجشع. ودفع وزير الاقتصاد كوشر عن استراتيجيته بأن الأمر يتعلق بتعزيز القوى الشرائية ودعم الشركات، مؤكدا نمو الاقتصاد. ارتفعت أسعار الطاقة المنزلية في يناير على أساس سنوي بنسبة 40.8% وفقا لمؤشر وكالة الطاقة. وبحسب ORF ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 17.7% على أساس سنوي، والغاز بنسبة 104%، وكان ذلك بسبب تعديلات العقود المنتظمة التي أجراها بعض موردي الطاقة وزيادة رسوم الشبكة. ومن المرجح أن تنخفض رسوم الشبكة في الأول من مارس آذار، حيث تحملت الحكومة الفيدرالية 80% من التكاليف. أكد وزير الداخلية النمساوي كارنر أن معدلات الجريمة عادت إلى مستوى ما قبل كورونا بزيادة تصل ل 30% في العام الماضي. وقال كارنر أن التطرف ومحاربة مافيا الإتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية من أبرز الجرائم، مثنيا على مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب ضد التطرف اليميني. وأشار كارنر إلى أن الشرطة ألقت القبض على 687 مهربا بزيادة تصل ل 56%، وأشار الوزير إلى وجود تركيز أمني على مجالات مثل الكراهية والاحتيال والأخبار المزيفة والإساءة للأطفال. Das eingetreten, was erfahrene Kriminalisten erwartet haben, was prognostiziert wurde, nämlich dass die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022 auf das Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt ist. تعتزم الحكومة إنشاء مكتب شكاوى حول عنف الشرطة بهدف المعالجة الجادة والشاملة والفورية للادعاءات ضدها. وحسب صحيفة هويت، كان يجب إنشاء مكتب للإبلاغ والشكاوى منذ عامين، والآن تريد الحكومة إنشاء المكتب وبالتالي توفير مستوى أعلى من الحماية للحقوق الأساسية والضحايا،
وسيكون ذلك في المكتب الاتحادي لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية، وبالإضافة إلى ضباط الشرطة يضم الفريق علماء النفس وخبراء الطب الشرعي وخبراء حقوق الإنسان. أعلنت لجنة فيينا للأفلام أنها تلقت أكثر من 1100 طلب للتصوير العام الماضي بانخفاض سنوي بنسبة 15% عن فترة ما قبل الجائحة. وأكدت ماريانا شتويست مديرة لجنة فيينا للأفلام أن الوضع مستقر جدا، وبفضل هيكل التمويل الجديد تتوقع طفرة في المشاريع المستقبلية، وتم تنفيذ 624 إنتاجا سينمائيا وأكثر من 100 مشروعا من الخارج. احتلت ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى، ومن أبرز الأفلام كان من شبكة نتفليكس بفيلم إكستراكشن 2 تايلر ريك للممثل الأسترالي كريس هيمسوورث. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.